نقوم بحل الأنشطة المختلفة عن درس بيتنا الجديد. كيف يتكيف عادل وهناء في البيت الجديد؟ تكيف عادل وهناء في البيت الجديد بعد أن ذهب إلى المدرسة، وذهبوا إلى رحلة ورأوا أشجار المنجنيف وعلموا أنها تتكيف مع البيئة. فطبعا تعلموا من هذا الدرس أنهم يجب عليهم أن يتكيفوا مع البيئة التي يعيشون فيها، وهو البيت الجديد، وفرحوا وسعدوا بالبيت الجديد. طبعا هنا سنرسم صورة تدل على ذلك. ها هي الصورة أبناء الحلوين، صورة هناء وعادل وهم يجلسون أمام البيت الجديد وهم سعداء. ننتقل إلى الآن إلى نشاط رقم 2، اجمع الحروف لتكون كلمات ثم ضعها في جمل من إنشائك. هيا أبناء الحلوين، مرقمة 1 2 3 4 5 6، وهكذا. هيا أبناء الحلوين نقوم بحل هذه الجمل. أول جملة عندي أو أول كلمة، لاحظوا معي أول كلمة هي طبعا مرتبة، الأشجار، الأشجار. إذن أول كلمة عندي هي كلمة الأشجار، نكتب كلمة الأشجار هنا ثم بعد ذلك ندخلها في جملة، الأشجار. إذن أبنائي نكتب كلمة الأشجار، الأشجار، وندخلها في جملة من عندنا، الأشجار يستظل بها الناس، الأشجار يستظل بها الناس، رقم 1. ننتقل بعد ذلك إلى رقم 2، الغروب، الغروب. الكلمة الثانية مرتبة ولكن نقوم بكتابتها معا في كلمة واحدة، الغروب، الغروب. هاي أبنائي كلمة الغروب، الغروب، ندخلها في جملة من عندنا، ما أجمل وقت الغروب، ما أجمل وقت الغروب، ما أجمل وقت. ننتقل بعد ذلك إلى رقم 3 وهي جذور، جذور. كلمة جذور، كلمة جذور بنكتبها، ندخلها في جملة من عندنا، النباتات لها جذور تغذيها، النباتات لها جذور تغذيها. ننتقل بعد ذلك إلى رقم 4 وهي ميم حاء، ميم ياء تاء مربوطة، محمية. كلمة ايه؟ محمية، كلمة محمية، كلمة ايه؟ محمية، ندخلها في جملة من ما أجمل محمية وادي الجمال، ما أجمل محمية وادي الجمال. ننتقل إلى رقم 5، ميم نون جيم راء واو فاء، منجروف، منجروف، شجرة المنجروف، منجروف، ندخلها في جملة من عندنا، تنمو شجرة المنجروف على شاطئ البحر، تنمو شجرة المنجروف على شاطئ البحر. رقم 6، تاء كاف ياء فاء، تكيف. كلمة ايه؟ تكيف، تكيف او تكيف، تكيف. ها هي كلمة تكيف، تكيف عادل في بيته الجديد، تكيف عادل في بيته الجديد. وبكده نكون وصلنا الى نهاية هذا النشاط. ننتقل الى نشاط رقم 3، نشاط رقم 4 بيقول لي كيف تتكيف شجرة المنجروف مع بيئتها، كيف تتكيف شجرة المنجروف مع بيئتها. طبعا التكيف يتم بإخراج جذورها فوق الماء، فس بها الهواء من الجو كما ترون في الصورة، الجذور تصعد إلى أعلى فوق الماء، إذن بإخراج جذورها فوق الماء لتتنفس بها الهواء من الجو. هذا بالنسبة لشجرة المنجروف. أبنائي وبناتي، نشاط رقم 3،
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. الأب نقط اللون، الأب قمحي اللون ولا أسود اللون؟ طبعا الإجابة الصحيحة قمحي اللون، الأب قمحي اللون. سيصل وفد نقط إلى مرسى علم، وفد سياحي ولا سياسي؟ وفد سياحي، وفد إيه؟ سياحي. ذهبنا إلى محمية وادي النطرون ولا وادي الجمال؟ طبعا وادي الجمال، وادي الجمال. نشاط رقم 4 كما قلنا، كيف تتكيف شجرة المنجروف مع بيئتها؟ الإجابة طبعا كما قلنا أبنائي، تخرج جذورها فوق سطح الماء لتتنفس الهواء لأنه يقل تحت الماء. هذه بالنسبة لشجرة المنجروف. درس جديد من دروس لاحظ وتعلم، نشاط واحد، كون كلمات من الحروف الآتية: الياء والتاء المربوطة والحاء لام فاء واو راء جيم نون ميم. أول كلمة أبنائي الحلوين، هل تذكرون اسم الشجرة التي أخذناها في الدرس؟ شجرة منجروف. نكتب هنا كلمة إيه؟ منجروف. بعد ذلك أبنائي بنكتب كلمة إيه تاني؟ محمية، محمية، الميم موجودة والحاء والميم أيضا مكررة والياء والتاء المربوطة. بعد ذلك كلمة ملح أخذناها في الدرس، ملح. بعد ذلك أبنائي كلمة جمل، جمل. بعد ذلك كلمة رحلة، رحلة. كذلك نجوم، نجوم. هكذا أبنائي. ننتقل إلى نشاط رقم 2. نشاط رقم 2، أكمل بحرف الجر المناسب إلى، من، في. الحصة الأولى نقط المدرسة، الحصة الأولى في المدرسة. رحبت بنا المعلمة وقالت: سيصل وفد سياحي نقط خارج البلاد، من خارج البلاد. وسنذهب نقط محمية وادي الجمال، وسنذهب إلى محمية وادي الجمال. بما نكتب كده إيه؟ وادي الجمال. نشاط رقم 3، استخرج من الكلمات الآتية الاسم والفعل. أبنائي وبناتي في هذا الدرس إن شاء الله في هذا النشاط سنتعلم الفرق بين الاسم، هو ما دل على اسم إنسان أو حيوان أو جماد أو طير أو صفة من الصفات. والاسم أبنائي الحلوين دائما ما يبدأ بالألف واللام، دائما ما يبدأ بالألف واللام. أو معنى الكلام أبنائي أن الاسم فقط هو الذي يقبل الألف واللام. انظر إلى الكلمة، إذا وجدتها تقبل الألف واللام اعرف أنها اسم. الكلمة إذا وجدت أنها تقبل التنوين بالضم أو الفتح أو الكسر تعرف أنها اسم. هكذا أبنائي الحلوين. يبقى إذن الاسم هو مدل على اسم إنسان أو حيوان أو جماد أو طير أو صفة من الصفات. كذلك أسماء الحشرات، الحشرات والأسماك في البحار، كل هذه أبناء الحلوين تسمى إيه؟ اسم أو صفة من الصفات. الكريم، البخيل، الطيب، الصادق، الكذوب، كل هذه صفات بدأت بالألف واللام. إذن أبنائي انظر إلى الكلمة، إذا وجدت بها ألف ولام على طول أختارها من ضمن الأسماء. أما بالنسبة للفعل أبنائي فهو الفعل هو ما دل على حدوث شيء في زمن معين. إذن الفعل يدل على حدوث شيء في زمن معين، قد يكون هذا الزمن زمن الماضي ما مضى زي ذهب كتب أكل شرب، أو يدل على زمن الذي نعيش فيه وهو له حروف المضارعة الألف والتاء والياء والنون زي يذهب يأكل يشرب نذهب نلعب آكل أشرب ألبس، كل هذه أفعال. أو فعل أمر، أكتب اجري اذهب كل نم استيقظ،
كل هذه أبناء أفعال. هيا أبنائي نختار من هذه الكلمات الأسماء نضعها تحت الاسم والأفعال نضعها تحت الفعل. أول كلمة أبنائي نأخذهم بالترتيب: الجديد. كما قلت لكم أبنائي كلمة الجديد بها ألف ولام إيزنت، هي اسم. هي إيه؟ اسم. الجولة بها ألف ولام، إذن اسم. نشعر بدأت بأحد حروف المضارعة، نشعر من يشعر، إذن هي فعل، نضعها فين؟ في الفعل. سنذهب، سنذهب، سنذهب أبنائي هذه خاصة بالمستقبل وهي طبعا فعل. نتكيف أيضا فعل، بدأت بحرف إيه من حروف المضارعة وهي النون. منزلنا، المنزل، المنزل إيه؟ يقبل الألف واللام، إذن اسم، نضعه في مع الأسماء. ترحب بدأت بأحد حروف المضارعة وهي التاء، إذن هي فعل. شجرة، الشجرة، شجرة تقبل الألف واللام، نعم، وتقبل التنوين، نعم، يبقى إذن شجرة اسم. هكذا أبنائي. نشاط رقم 4: استخدم اسم الإشارة المناسب هذا، هذه، هؤلاء لتعبر عن كل صورة. الصورة الأولى أبنائي كما ترون هذه البنت هناء وهذا أخوها عادل، نقول مثلا هذه هناء وهذا عادل، هذه هناء وهذا عادل. الصورة الثانية أبنائي كما ترون التلاميذ في وادي إيه؟ وادي الجمال، نقول هؤلاء التلاميذ في محمية وادي الجمال، هؤلاء التلاميذ في محمية وادي الجمال. الصورة رقم 3: المعلمة تشير إلى شجرة المنجروف، تقول هذه شجرة المنجروف، هذه شجرة المنجروف. نشاط رقم 5 بيقول استخدم ضمير المتكلم المناسب. أبنائي وبناتي كما تعلمنا ضمائر المتكلم وهي اثنين فقط، أنا ونحن. أنا نستخدمها للمفرد المذكر والمفرد المؤنثة، ونحن بنستخدمها لجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. الجمع بنوعيه: المذكر المؤنث والمذكر والمؤنث. إذن أبنائي الحلوين، هيا نقوم بحل هذه الأمثلة على الضميرين، ضمير متكلم أنا وضمير متكلم نحن. أحافظ على الأشجار. ما دام أبنائي الحلوين الفعل بدأ بالهمزة ألف وعليها همزة، إذن أختار الضمير الذي يبدأ بالألف وعليها همزة وهو أنا. أنا أحافظ على الأشجار، دائما الضمير أنا بيأتي مع الفعل الذي يبدأ بأحد حروف المضارعة وهو الألف وعليه همزة. أنا أحافظ على الأشجار. إذن أبنائي هيا نختار أنا أحافظ على الأشجار، أنا أكتبها إيه؟ أكتبها هنا. معا أنا وصديقي. أنا وصديقي أبناء ما دام أكثر من واحد، اثنين مثلا، لا يصلح أن نقول أنا وإنما نقول نحن، والفعل عندي بدأ بحرف النون. إذا بدأ الفعل أختار نحن، أختار إيه؟ نحن. نحن نتناول الغذاء معا أنا وأصدقائي. سوف نذهب في رحلة صباحا، الفعل هنا بدأ بالنون، نذهب، إذن نختار الضمير نحن. نحن نذهب في رحلة صباحا. أحب بذوري وأعتني بها. أحب بفعل بحرف الألف وعليه همزة، إذن بنختار الضمير أنا. أحب بذوري وأعتني بها. هكذا أبنائي وبناتي.